تقدر تقول كده بيعني يعني مفاجأة أو صدمة، صدمة مفاجأة، تقدر تقول إنه بجملة العك اللي بيحصل في العالم العربي جماهير السوشيال ميديا العربية اتصدمت، معرفش ليه برضو، لما أعلن القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي عن إن في عمل مشترك بينه وبين تركي الشيخ. واحنا اتعودنا خلال الكام سنة الأخيرة على رؤية تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وبيعمل مؤتمرات صحفية أو لقاءات مع ممثلين أو مطربين أو رياضيين، وفي كل مرة بيعلن فيها أنه هيعمل عمل فني أو رياضي جديد في المملكة بيحصل جدل. لكن المرة دي الموضوع مختلف شوية، بعد ما نشر العفاسي الصورة دي عن تحضيرات تاريخية ضخمة، زي ما هو بيقول تحضيرات تاريخية ضخمة قادمة بإذن الله. أوبا، تساؤلات كتيرة اتطرحت من النشطاء والمتابعين اللي بيحبوا مشاري راشد على صفحته، وقالت هل تركي هيعمل فيلم عشان يرد على فيلم حياة الماعز اللي أنتجته الهند وعمل ضجة كبيرة جدا ضد السعودية ونظام الكفيل عندها؟ وكتب حسن التغريدة دي، قال بلكي تركي الشيخ راح يسوي فيلم ردا على فيلم الماعز ويسلمك بطولته، ويسلمك إن شاء الله تكون موفق بالدور. والله حلو. فيلم حياة الماعز الحقيقة سبب صدمة كبيرة وعمل هجوم كبير قوي وصدى عالمي ضد السعودية، وده نشره حساب مجتهد. فاكرين مجتهد كتب ايه؟ افكرك، مجتهد كتب قال تقرير تفصيلي عن اثار فيلم حياة الماعز على نفسية ابن سلمان. فيلم حياة الماعز اصاب ابن سلمان في مقتل وجعله يعيش كابوسا ثقيلا وهما متواصلا، وسقطت عليه أزمة هذا الفيلم في وقت واحد مع فيلم البي بي سي وفيلم الشركة الفرنسية، فرفعت من علامات التوتر والاضطرابات التي تضاعفت عنده في السنة الأخيرة. والمفارقة أن قلق ابن سلمان ليس الإحراج في تشويه سمعة المملكة حكومة وشعبا في ذلك الفيلم، بل هي لسببين أخطر من ذلك. الأول قناعته أن الإمارات خلف الفيلم وأنها تنوي تدميره بأفلام أخرى قادمة، وأن لديها القدرة الفنية والعلاقات العامة والتمكن العالمي الذي يسحق سمعته. وقد تحدث الزباب الإماراتي بما يفهم منه الاعتراف بدور إماراتي في الفيلم، بل وهددوا بأفلام أخرى تعرض قريبا جدا، ومنها فيلم عن قتل خاشقجي والآخر عن محمد علي باشا وسيطرته على نجد والحجاز. السبب الثاني إدراكه أن الإمارات تشن حملة لسحب البساط من تحت قدميه في استعداده لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 34، وكيف له أن يتحمل الإحراج فيهما بعد أن بذل لهما كل وسعه واعتبر النجاح في ترشيح المملكة لهما جائزة العمر كله. ومن الأدلة على فشل وغباء ابن سلمان مقابل خباسة ودهاء ابن زايد الطريقة البائسة التي أديرت فيها عملية الرد على فيلم حياة الماعز والتي قادها سعود القحطاني. وبيشرح بقى ظن سعود القحطاني أنه يستطيع إيقاف عرض الفيلم سواء في السينما أو نتفليكس، وفيما هو يحاول إيقاف الفيلم أنزلته نتفليكس مترجم عربي وانتشر بشكل سريع، ثم عرضته منصات تانية زي فوكس للأفلام اللي يفترض أنها متعاطفة مع ابن سلمان. ووجه سعود القحطاني وسائل إعلام سعودية والذباب بإظهار مقاطع تدل على حسن معاملة الوافدين، وتم إخراج هذه المقاطع بطريقة ساذجة وبدائية تثير السخرية حتى تحولت إلى مادة للتندر في وسائل التواصل، وأعطت نتيجة معاكسة لأنها عرضت بطريقة تثبت أنها مفتعلة. وفعلا اللجان السعودية حاولوا يردوا بكتير بفيديوهات مفبركة مصطنعة لإزاي معاملة الهنود عندهم. نشوف كده الفيديو ده. هلا أنا ريم، كيف الحال؟ كويس ما شاء الله. شباب ها كيف الحال؟ كويس. كيف جمل؟ كويس الحمد لله. كويس. هذا هندي له أكثر من 30 سنة، كان شغال عند أبوي الله يرحمه، هم عقبها اشتغل عندي نقلت كفالته. كم سنة أنت هنا السعودية؟ 30 سنة. هندوسي ها؟ ما شاء الله. لو يجي مسلم يجي 100 100. هذا أمين أفضل واحد عندنا، هندوسي وأمين، وله قصة حتى مع أبوي الله يرحمه. نقولها لكم الحين. وش هذا أنت أول سوى بابا؟ أول أنت وش حصل عند بابا؟ أنا وش حصل أول هو وش
زمان كم ساسرين ألفا صار أنت وريع أول أنا كان وريع أيوة تعال تعال هنا أيوة أنت وريع كم ساسرين ألفا أنا حصل حصل 25,000 أنت رو بيت بابا رو بيت مغرب صلاة بعدين أنت يجي دور اسمي مسفر دامي اسمي مسفر ما في شيء ما في شيء ما في شيء يكلم بعدين أنا سيل ورب صار صار فلوس أنت سيل ورو بيت بابا صار صار ويعطي بابا أيوة عطاك شيء بابا عطيك كم عطاك عطيك 100 ريال أول وقت هذا بس زمان هذا أي أول زمان أنت صغير بس اي والله طيب هنا مبسوط سعودي انت ولا ما مبسوط مبسوط ليش ما مبسوط ليش ما في مبسوط ليش ما كم سنه انت هنا 32 سنه والله 32 ولا اكثر لا ما جيت ما جا 35 لا ممكن يجي ما في طيب وش فايده انت حصل من السعوديه اصل فلوس اكل انا فلوس اصل ابني بيت ايوه وايش ثاني ثاني مدرسه اشتري مزرعه اشتري ما شاء الله والحين انت رحت هنديا يرجع ولا ما يرجع يرجع ليش ما يرجع يعني السعوديه كويس ايوه وانت بعد كويس أنت كويس؟ كويس الحمد لله. مبسوط من أنا؟ أيوة مبسوط لا يجي ما في مبسوط ليش أنا ما يجي. كم مرة أنا يضرب أنت؟ أنا ما يضرب أنا بعد مرة ما يضرب. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن الفيلم بيمثل واقع مليان انتهاكات مستمرة حتى الآن في السعودية زي ما قالت هيومن رايتس ووتش في فيلم لا تزال موجودة نظام الكفالة عنصري. عشان كده الحقيقة إعلان مشاري راشد عن وجود عمل مشترك مع تركي الشيخ فتح عليه باب هجوم كبير على السوشيال وكتب الشيخ سلام عبد القوي التغريدة دي بيقول مشاري راشد العفاسي هذا مكانك الطبيعي بجوار المرحاض وفي اللي عبر عن أسفه عشان كان بيحبه زي ما كتب حساب باسمه المظلوم كتب بيقول آسف على كل لحظة مش عارف إيه كل لحظة أحببتك في الله فيها يا راجل وهو لما طلع أيد السيسي ما كنتش آسف نشطاء السوشيال استغربوا إزاي تركب أو قارئ قرآن كريم مع تركي اللي بيعمل حفلات رأس ودعارة زي بيقول ربيع ربيع قال كيف راكبة أنت وقال تركي اللي بيجيب المغنين والرقصات تحضيرات كمان هو اللي بيقول كده نشطاء استدعوا الحفلات اللي بيعملها تركي في مهرجان الرياض لمغنيين ومغنيات أجانب واللي كان منها المغنية اللي قالت الكلام الفضيحة على خشبة المسرح في معبد الوحي وبلاد الحرمين وفي اللي قالت انت كده انضميت لحظيرة شوال الرز في اللي قال كده زي حسين حسين قال والآن أصبحت عضوا في حظيرة شوال الرز يا قارئ القرآن وكم من قارئ للقرآن العظيم والقرآن يلعنه ويكون هذا القارئ ظالما أو معاونا ومؤيدا للظلمة معقولة كل ده عشان الفلوس ده اللي بيقوله نادر بيقوله شوهت نفسك وشوهت دينك وإسلامك بالجلوس مع هذه الشكليات والأشكال بسبب المال فقط تركي الشيخ بيشتري بفلوس الشيوخ والفنانين والصحفيين وكل حاجة ده سوسو اللي كتبت كده أقسم بالله العظيم هذه بالذات تخليني ما أنوي كل ما أنوي وتحجب أتفاجئ بهم شيوخ الحرم كيف يحدث هذا يعني المهم المال لهذه الدرجة رخص الإنسان كيف يتعامل مع هذا الذي فعل ما لم يفعل والمجازر تحدث لأهلنا في غزة أقسم بالله أصبحنا نشك في ديننا بسببهم اشتروا الشيوخ والمفتيين الفنانين الكتاب الصحفيين القنوات وقارئ القرآن والمنشدين وأي داعية الله ينتقم منكم ذرة إنسانية خذ الملايين من السعوديين وبعدها ابكي على المستضعفين من المسلمين أقسم بالله كرهتونا كل شيء كل شيء كل شيء في ناس اعتبرت إن ده طبيعي عشان العلماء الحقيقيين مكانهم في السجون زي ما قتيبة بيقول العلماء الحقين دوما في السجون أو في القبور أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري وابن تيمية رحمهم الله 18 عام قضاء في السجون وفي عصرنا المئات منهم في السجون أما العفاسي والسدوسي والجرني فهذا مكانهم النشاء اتكلموا عن العلماء الحقيقيين المسجونين في سجون محمد بن سلمان استدعوا الرفاهية والفخفخة اللي عايش فيها مشاري بن راشد واللي كان من فترة أثار جدل كبير جدا وهو في أوروبا نازل من عربية رولز رويس اللي الصورة دي أهو ده مشاهد ده دول يا جماعه قراء القران بتوع الدول امال ايه يا بيه؟ امال ايه يا بيه؟ ده انت اللي طيب قوي يا حبيبي. انا بصراحه مش مستغرب خالص
انا بالنسبه لي مشاري راشد ما دخلش، بص يا معلم ما جاش هنا كده عندي. في النهايه احنا لا مع ضد ولا رشاد، احنا كنا عرضنا لكم الاراء بتاع السوشيال ميديا عشان ده واجبنا، مؤيدين ومعارضين وكل واحد له الحريه في اختياره. لكن رايي ان صاحب القران مش مفروض يكون زي اي شخص عادي، ولازم يحترم مكانته اللي ربنا اكرمه بيها لما جعله قارئ واعطاه منحه اللي هي جمال الصوت، واقدس كلام هو كلام الله. مش مفروض ابدا شخص بيقول اقدس كلام وربنا مديله منحه الهيه يضع نفسه موضوع شبهات زي كده مع شخصيات يثار حولها جدل زي تركي.